السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤيا الإعدام في المنام من الرؤى المخيفة والتي تبعث القلق في قلوب الناس الذين يرونها في المنام، وأحيانا قد يفيق الرائي وهو مصاب بحالة هستيرية من الرعب والخوف. لكن سنقوم في هذا الفيديو بتفسير جوانبها الإيجابية بإذن الله. فالإعدام في المنام هو فال خير، ويدل على تحسن الأحوال والتخلص من الهموم وتفريج الكربات وقضاء الديون لمن كان صالحا وكان يطيع ربه فيما أمره فيه. أما للعبد الضعيف، هنا تكمن نقطة الخوف، فللعبد الضعيف الإيمان، فهذا دليل على تركه للصلوات وتضييع فروضه الدينية واتباع لهو الدنيا، فقد تكون تحذيرا من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وأحيانا عندما يرى الرائي أن حكم الإعدام قد نفذ عليه أو في غيره، فهذا دليل على موت أحد أبويه أو كلاهما في حالات لا تكون دائما بنسبة 80%، إنما تكون في حالات ضعيفة بنسبة 40%. لكن إذا كان الإنسان طبعه إيجابي ويطيع ربه ويقيم فروضه ويعبد الله خوفا وليس طمعا، فإنما هذه بشارة خير بتغير أحواله، لأن الإعدام هو انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة، وكلنا نعلم أن الآخرة أفضل من هذه الدنيا. لو لم تكن دنيا فانية لما سماها الله الدنيا من أدنى شيء. فهنا إخواني دليل على انقطاع مع أمور غير جيدة وإقبال على أمور طيبة وحقيقة بإذن الله. أتمنى لكم مشاهدة طيبة ومنفعة للجميع. دمتم في رعاية الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.